اهلا وسهلا، ربي يخليك. كي دايره مع الصحه لاباس؟ الحمد لله ربي يحفظك بوتينا. كنتمنى تكونوا بخير كامله نتوما والطاقه وانت كذلك المستمعات. وانت كذلك عليك بوتينا. شنو وجدنا اليوم؟ اختي غنعطيك واحد المادلين بالمشمشيه بس، وغنعطيك كيس بالشوفان والكراميل. يلا دونك نبداو بالمادلين. داكوغ، بالمشمشيه بس غنحتاجو فيه 120 غرام ديال الدقيق، ايه، زوج البيضات، 60 غرام ديال الزبده مذوبه، 80 غرام سنيده، 5 غرام ديال الخميره الكيماويه. 5 غرام شحال تقريبا بكيه كيس؟ ما عرفتش انا، حيت كاين هنايا ماشي كيف ما في المغرب، داكشي علاش عطيتها بالغرام تكون مضبوطه اكثر. ايه، 60 غرام مشمش يابس، ومعلقه ديال الماء الزهر. ومعلقه ديال الماء الزهر صغيره؟ وي. نو، معلقه كبيره. معلقه كبيره. وي. نعود المكونات ولا واضحين؟ انا نعود معاك. 120 غرام ديال الدقيق، جوج ديال البيضات، 60 غرام ديال الزبده دايبه، 80 غرام ديال السنيده، 5 غرام ديال الخميره كيماويه، 60 غرام ديال المشمش، ومعلقه كبيره ديال الماء الزهر. تبارك الله عليك احبيبتي ديالي. يلا بالنسبه للطريقه، غادي نقطعوا المشمش قطع صغيره بالمقص ولا بالموس، ونرقدوه في الماء ديال الزهر. ايه، نخلطوا المواد الجافه، الدقيق والخميره، ومن الاحسن نغربلوهم السكر، ندوبوا الزبده في الميكرو اوند ولا في ما ماري على حسب ذوق سيده. نخلطوا البيض، يعني غير نديروا بحال اومليت، ما يحتاجش للباتور. نضيفوا له الزبده، نضيفوا الخليط ديال الدقيق والسكر والخميره اللي سبق وخلطنا. من بعد ما كنخلطوا كل شيء، تنزيدوا المشمش بالماء ديال الزهر ديالو اللي سبق ورقدنا فيه. وي، وغادي ندخلوا هذا الخليط كامله به 45 دقيقه للكونجيلاتور. 45 دقيقه؟ ايه، وي، لان احنا محتاجينو انه يبرد بزاف باش ملي ندخلوه للفرن، الفرن غيكون سخون باش هذاك الشوك تيرميك يطلع لينا ديك الحدقه ديالو، يجي بحال اللي كيتباع في المخبزات. لان بزاف السيدات تنجح مع الوصفه وتجي غزاله، لكن كيبقاو يقلبوا على ديك الحدبه ما كيعرفوش شنو هو الاختيار ديال المارلين. صح. 45 دقيقه واش في الثلاجه لتحت اولا في الفريكو؟ لا، في الكونجيلاتور، ماشي في الفريكو. وي، غادي نسخنوا الفرن ديالنا على 240، نسخنوا من قبل ما نبداو نعمروا في المول، خصنا الفرن يكون سخون. وكنعمروا هذوك لومبرانت ديال المول ديال المادلين، ديال المادلين بشويه ديال العجين، وندخلوا الفرن. ملي ندخلوا المول للفرن، تنزلوا الحراره ل 200، 4 دقائق الاولى. ومن بعد كنزلوا ل 180. دونك 4 دقائق الاولى شحال كنزلوا؟ ل 200. ل 200. وي، من بعد ال 180 ياك؟ وي. اييه، باش يطيب، لانه الا بقى في 200 غادي يتحرقوا لنا. كيتحمروا ما كيطيبوش من الداخل. وي. نعم. دونك الاول يكون سخون، خصو يسخون باش تطلع المادلين، ومن بعد كنبداو نقصوا بشويه ونخليوها طيب على خاطرها. تبارك الله عليك، هذا هو البرانسيب. ملي تنزلوا ل 180 درجه، تنطيبوه ما بين 8 حتى 10 دقائق، راه كتجي فيه الحدبه والنسمه ديال المشماش غزال ما بين لاسيديتي والحلاوه ديال السنيده. ولا كيجي كيعطي المشمش والماء ديال الزهر، تيجي غزال. غير وكان بالنسبه لهاد لاستيوس ديال ان كنديروا المادلين، السيدات يعملوها بجميع انواع لي مادلين. نعم. يدخلوه ساعه الا ربع الكونجيلو، ومن بعد ملي بداو يعمروا في من بعد ما يخرجوا من الكونجيلو، بداو يعمروا في المول ديال المادلين، يسخنوا على 240. ملي يدخلوا المادلين ينزلوا الحراره ل 200، غير 4 دقائق الاولى باش تخرج لينا ديك الحدبه، ثم تنزلوا الطيب على خاطره. نعم. غير انا بغيت نسولك بوتينا، ملي كندخلوا الخليط ديالنا للثلاجه، واش كنعاودوا نخدموه بالباتور ولا شي حاجه ولا لا؟ لا، ما كتحتاجش. نعم. يعني ماشي بالباتور، لا غير بالعاشق هكا تخلطي. غير تخلطي ضروري، حيت هو بحال غادي يقبض في راسو. تخلطي باش يتهز لك ويتحط لك في تبارك الله عليك. وبالنسبه للسيده اللي جاها الخليط تقيله، حيت سا ديبون ديما الدقيق ديما كاين اللي كيتشرب، كاين اللي لا، ديما السيده تحط حداها معلقه ديال الحليب سائل. نعم. جميع انواع لي مادلين، يعني هذا برانسيب. ممتاز. معلقه ديال الحليب السائل تخلط، ضيفها لجهه خاطر بزاف، ضيفها غير يتفك شويه صغير وتديرو في لونطخات ديالها. عطيتينا الاسرار المادلين، شكرا لك. وي اختي، غادي نعطيك واحد الكوكيز بالشوفان حتى هو تيجي غزال، والكراميل غنحتاجو ليه 150 غرام ديال الدقيق، 120 غرام ديال الزبده تكون محررة في المطبخ، 130 غرام ديال الخرطال او الشوفان، 60 غرام كراميل، 100 غرام سكر، وبيضة من الأحسن تكون من الحجم الكبير، ونص خمارة كيماوية. هي
نعود المقادير ولا واضحين؟ نعودها معك. دونك 150 غرام ديال الدقيق، 120 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 130 غرام ديال الخرطال اولا الشوفان، 60 غرام ديال الكراميل، 100 غرام ديال السكر، بيضه بحجم كبير، ونص خماره كيماويه. تماما. بالنسبه للطريقه سهله بزاف، غادي نقلبوا الصلاديه غنخلطوا فيها الزبده والسكر، يعني حتى يبدا يذوب لينا السكر تنزيدوا من بعدا البيضه، وفي صلاديه اخرى كنخلطوا المواد الجافه الدقيق والخماره، ومن الاحسن نغربلوهم ثم تنضيفوا لهم الخرطال وتنخلطوا. من بعد ذلك كنضيفوا الصلاديه الاولى على الصلاديه الثانيه، يعني كنخلطوا تنجمعوا الخليطين حتى كنحصلوا على عجينه تكون متماسكه. تنقبطوا الكراميل تنقطعوا قطع متساويه وتنزيدوه على الخليط وتنعاودوا نخلطوه مزيان وتندخلوه للفرن 20 دقيقه. من بعد ذلك كنشكلوا كويرات. بلاتي دونك كناخذوا الكراميل ديالنا، اننا كنقطعوا قطع باش كندخلوا الفران باش كيذوب ياك. وي بالنسبه للسيده لما كانش عندها يمكن لها دير بيبي شوكولا يمكن لها تستغنى عليه، مشكله يذوب لينا في الفران. اي وي من بعد ذلك كنشكلوا كويرات من هذا العجين، ملي كيذوب كنعاودوا نردوا الخليط الاول كنشكلوا به. وي كويرات وتنابليتيسيون بيدينا، يعني غير كنضغطوا عليهم دغيطه خفيفه. نعم. وتنحطوهم واحد لاستيك خصنا نحطوهم باعدين، يعني البلاك اللي كيدخل الفرن ما نحطوهمش مقاربين. ومن الاحسن نكونوا مفرشينو بالورق سيل فيغيزي. من بعد ذلك تندخلوهم الفرن ديجا يكون مسخن، اذا تردوا بالهم مع الكوكيز ديجا يكون مسخن على 180 درجه، وملي تندخلوهم تنحسبوا ليهم يعني او غون ماكسي 14 دقيقه، لان تنعرفوا دائما الكوكيز راه كيكمل الطياب ديالو هو خارج الفرن. دائما نردوا البال في الوقت اللي كيكون الديكور ديال الكوكيز. وراه تيجيو غزلان ولذيذ بزاف، كما شفتوا ساهلين ولو تتبان المراحل شويه طويله. لا بالعكس، كيف قلتي حنايا كناخذ اول شيء السوائل كتخدم مع بعضها، ثم النواشف كتخدم مع بعضها، من بعد كنخلطوهم بجوج، كناخذوا الكراميل اللي كنقطعوا قطع صغيره كندخلوا الفران باش كياخذ يعني كيذوب لينا، ثم كنعاودوا نخلطوا مع العجين وكنصيبوا كويرات. قلتي كنضغطوا عليهم غير شويه، كنحطوهم اكيد في طاوله اللي كيكون فيها الورق ديال الطهي، وكنحطوهم بعدين كندخلهم فران اللي كيكون ديجا مسخن ودرجه الحراره تكون هي 180 درجه، 14 دقيقه ديال الطياب، وكنقدموهم اكيد بعد ما كيبردوا كيكملوا الطياب ديالهم بشكل ممتاز بالصحه والراحه. تبارك الله عليك اختي جميله، ونهاركم مبروك وبالصحه غديوتكم. شكرا بزاف لالي اختك بوتينا. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك. شكرا الله يبارك فيك. تنتم تقدروا ديروا بحال بوتينا وبحال امينه سلا امينه مراكش وكل المستمعات والمستمعين انكم تواصلوا معنا وتعطيو